بتقديرك ما الذي أودى بهذا التراجع للحزب الحاكم وبقية الأحزاب في ظل حديث كان عن أن هذه الانتخابات ستكون نسخة عن الانتخابات النيابية التي جرت في أيار من العام الماضي ولم يمضي حتى سنة عليها؟ النتائج التي نذكرها أستاذ العزيز الآن هي نتائج شبه رسمية، هي تصدر عن وكالة الأناضول الرسمية، 40% من الصناديق فتحت، وبالتالي عادة هذه الأرقام لا تختلف عن الأرقام النهائية التي تعلنها اللجنة العليا للانتخابات، ولكن تبقى أمامنا نعم كما تفضلت 60% من الصناديق لم يفتح بعد، وبالتالي بكل تأكيد النتائج ستتغير، ولكن بشكل عام أن يتراجع حزب العدالة والتنمية بمجرد فتح هذا الجزء من الصناديق، هذا الأمر لم يحصل، هذا يحصل لأول مرة منذ تأسيس حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان في تركيا، وبالتالي مهما تغيرت النتائج برأيي خلال الساعات المقبلة سوف يبقى الحزب متراجعا بالشكل العام بالعنوان العريض. هو كسب بعض البلديات الجديدة للمرة الأولى، يكسبها في بعض المدن والولايات التركية، كسب وتراجع في بعض الولايات. نحن نتحدث عن الأرقام العامة، لم يستطع أن يستعيد بلدية اسطنبول الكبرى والتي كانت هي الأهم الأساسي لحزب العدالة والتنمية، الفارق يعني تجاوز 10%، وبالتالي فارق كبير لصالح حزب الشعب الجمهوري في بلدية اسطنبول الكبرى. أسباب هذا التراجع لكل الأحزاب الأخرى وتقدم حزب الشعب الجمهوري بكل تأكيد لا يمكن حصرها بمجرد بهذه العجالة، ولكن على الأرجح الأسباب الاقتصادية هي التي هيمنت على قرار المواطن و خياراته في الصندوق. الأوضاع الاقتصادية والتضخم والأزمات التي يعيشها المواطن التركي حاليا ربما هي تكون السبب والعنوان الأساسي لهذه الأرقام. يحاول المواطن أن يرسل رسالة لحزب العدالة والتنمية بضرورة التغيير، بضرورة تغيير سياساته، لأن الحزب هو الذي يمتلك السلطة في البلاد حتى الآن، يمتلك الحكومة والقرار السياسي والاقتصادي، وبالتالي ربما تكون هذه رسالة للسلطة الحاكمة في تركيا لتغيير بعض السياسات الاقتصادية، فصبت كثير من الأصوات لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض، وجددوا لرئيس بلدية اسطنبول على أقل تقدير حتى الآن، وصل الآن 43% من الصناديق التي فتحت لرئيس بلدية اسطنبول الكبرى، وأنقرة وإزمير هذه المدن أو الولايات الكبرى الهامة التي كانت يعني محل معارك حامية جدا في هذا اليوم. من اسطنبول عبر سكايب كنت معنا مباشرة الكاتب والصحفي التركي أستاذ حمزة تكيد، شكرا جزيلا لك.